بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. في المحاضرة النهاردة هنكمل الموضوعات اللي احنا هندرسها مع بعض، بس قبل ما نعرف الموضوع بتاع النهاردة قلنا في المحاضرة السابقة والمحاضرات اللي بعديها في الحضور إن القانون التجاري، هنشرح مع بعض القانون التجاري، وعرفنا القانون التجاري مجموعة القواعد القانونية اللي بتنظم التصرفات أو التعاملات التي تنشأ داخل البيئة التجارية، وهي قواعد ملزمة وقواعد مقترنة بجزاء معين. قلنا كذلك برضو إن مصادر القانون التجاري أي مصادر رئيسية أو مصادر أساسية ومصادر تكميلية أو مصادر تفسيرية. قلنا في المصادر الأساسية اللي هي في العقد أساس العلاقة بين الطرفين، وبعدين التشريع التجاري أو التشريعات التجارية، وتلاتة العرف التجاري، أربعة العادات التجارية. قلنا في المصادر التفسيرية كذلك هناك مصدرين لأحكام القضاء وكتب الفقه رقم 2. قلنا إن العقد هو ده أساس العلاقة اللي بتحكم العلاقة بين الطرفين، إن ما يتفق عليه الطرفين يلتزم كل طرف بهذه الالتزامات أو هذه الاتفاقيات، لأن وفقا للقاعدة العامة أن العقد شريعة المتعاقدين، ولذلك إن القاضي أو الشخص اللي بيتولى تسويت النزاع سواء بالطرق الودية أو بالطريق عن طريق المحكمة بيلجأ للعقد أساس العلاقة بين الطرفين، بمعنى إن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين يجب الالتزام به من الطرفين وعلى القاضي أو الشخص اللي بيفصل في النزاع. فعندما اتفق الطرفين في عقد التجاري مثلا على أن غرامة التأخير في عقد التوريد على سبيل المثال هي 1000 جنيه، فلذلك القاضي هنا مقيد بال1000 جنيه غرامة يومية، ما ينفعش يحكم بأقل أو يحكم بأعلى. إنما لو طلقنا ما كتبناش الغرامة دي، حددنا الغرامة في العقد، هنلجأ للطريقة التانية أو الوسيلة التانية أو المصدر التاني اللي هو القانون. فالقاضي يلجأ للقانون، والقانون أعطى القاضي السلطة التقديرية في تحديد إيه الغرامة حسب ما يترأى من ظروف الإيه الواقعة نفسها. فممكن يحكم لي ب500 جنيه، ممكن يحكم لي ب1000 1500 800 200، فدي سلطة تقديرية طرقناها للقاضي. ولذلك دايما بنقول في العقود لما التوريد أو أي عقد تجاري بننصح ان اي شيء بنتوقع النزاع، نفترض سوء النية في الطرف الاخر مثلا مش هينفذ، ونحل المشكلة اللي ممكن نتعرض ليها اثناء تنفيذ العقد. اذا خلى احد الطرفين بالتزاماته مثلا يبقى حط الجزاء المناسب. انا كم بورد بضاعة يبقى ممكن اتأخر عن سداد عن توريد البضاعة في الميعاد المحدد، يبقى حط غرامة مالية. الطرف الثاني يبقى حط الغرامة اللي اتفق على مسبقا. انا اجيب بضاعة مش متوقع المواصفات يبقى لازم برضو يديني ليه الحل، وهكذا. ايضا هو كان بورد البضاعة وملتزم بسداد المبلغ، طب اذا رحت وسلمت حسب الاتفاق وملتزم بسداد جزء معين من الثمن او اي مبلغ مالي، اذا ما سددتش في الميعاد المكتوب في العقد واللي احنا اتفقنا عليه برضو لازم نحدد غرامة التأخير. ايضا كذلك برضو التعويض، لو بنتكلم عن التعويض برضو بنحدده برضو من يبقى كل العقد ما يتم الاتفاق عليه هو المرجعية الأساسية للقاضي اللي بيفصل في النزاع، سواء شخص طبيعي سواء الشخص اللي هو الوسيط أو المحكم أو القاضي الطبيعي اللي هو المحكمة. العرف أو التشريعات التجارية تشمل كافة التشريعات، بقى قانون التجاري، قانون الشركات، علامة تجارية، ملكية صناعية، كافة التشريعات. ده برضو المصدر التاني. المصدر الثالث للكوميرشال او القانون التجاري اللي هو الاعراف التجاريه. لكل تجاره ليها طبيعه معينه، ليها اعراف سائده بين هذا المجموعه من التجار، فتجار الذهب لهم اعراف سائده تختلف عن تجار السيارات، تجار المواد الغذائيه وهكذا، والحبوب وهكذا. فالقاضي بيرجع في حاله عدم وجود اتفاق في العقد او عدم وجود نص على في القانون يلجأ للعرف السائد داخل الايه؟ ها؟ البيئة التجارية أو داخل طبيعة التجارة أو النزاع اللي معروض عليه. بعد كده يلجأ للمصدر الرابع اللي هو الايه؟
المصدر الرابع اللي هو العادات التجارية. العادات برضو ان العادات التجارية عادات برضو داخل الباب التجارية، بس الفرق بين العادة والعرف ان العادة تكون موجودة في منطقة معينة ليس في كافة أنحاء الدولة، بعكس العرف يكون كافة التجار يعملون ويعلمون هذه القاعدة العرفية. الفرق بين العرف والقانون ان القانون حاجة مكتوبة، العرف حاجة ما تعرف عليه الناس، ان حاجة ايه تجار، حاجة غير مكتوبة لدى التجار. بعد كده المصادر التكميلية او التفسيرية اللي هو الاسترشادية للقاضي، استرشادية للي بيفصل في النزاع بنسترشد بيها. كان احكام القضاء في السابق وكتب الفقه المصادر الاساسية في الفصل للقاعدة التجارية او للفصل في اي نزاع، الا انها مع تطور الوقت وظهور العقود والتقنين والقوانين مكتوبة والتقنين اصبح احتلت المرتبة الاسترشادية او المرتبة التفسيرية في كمصدر من مصادر القاعدة التجارية. احكام القضاء تظهر محاكمة نحن نسميها الثواب القضائي، وشرحنا بالتفصيل الكلام ده في المحاضرة. ايضا كتب الفقه اللي هي كافة كتب الفقه المتعلقة بالقانون التجاري بقى، اللي هي الكتب الفقهية الاساتذتنا الكبار حفظهم ورعاهم الله ورحم من مات منهم. بعد كده هنبدأ في احنا عرفنا كده تعريف القانون التجاري وعرفنا المصدر. النهاردة هنعرف مع بعض بقى في الفصل الثاني اللي هي الاعمال التجارية. ازاي اعرف العمل التجاري؟ ازاي افرق بين العمل التجاري والعمل المدني او الاعمال التجارية غير التجارية؟ وبعدين اعرف ايه هي الاعمال التجارية او اهمية هذه التفرقة. النهاردة هناخد الجزء الخاص بنظرية الاعمال التجارية لو معيار التفرقة بين العمل التجاري والأعمال المدنية، وبعدين ناخد أهمية هذه التفرقة. طيب لما أجي أتكلم عن الأعمال التجارية زي فرق بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، عندي ثلاث معايير أو ثلاث نظريات بيتحكموا إزاي فرق بين أو أحكم على هذا التصرف أو هذا العمل إذا كان عمل تجاري أو عمل غير تجاري مدني أو أي مكان. عندي نظرية المضاربة رقم 1، نظرية التداول رقم 2، نظرية المشروع رقم 3. فلما اتكلم عن نظرية معيار المضاربة او نظرية المضاربة، ايوة اي عمل او اي تصرف هي بتقوم على اساس ان اي تصرف او اي عمل يقوم به الشخص ويقصد من وراءه تحقيق ربح معين فيعتبر عمل تجاري. يبقى نظرية المضاربة هي فكرتها او الاساس بتاعها او اصحاب هذه النظرية او اللي وضع هذه النظرية اسسوها علشان نعرف الفرق بين العمل التجاري والعمل المدني، على اساس ان التصرف اللي انا اقوم بده لو انا اقصد من وراءه تحقيق ربح يبقى عمل تجاري. ولكن بالرجوع للتصرفات الموجودة عندنا نجد ان هناك تصرفات الاشخاص بيقوموا بها وفي نيتهم ويرغبون في تحقيق ارباح منها إلا بقوة القانون تعتبر عمل مدني. زي إيه؟ نقدر نقول كافة أعمال المهن الحر. فالمحامي، أنا محامي بفتح مكتب محقق، عاوز أحقق أرباح، عاوز أكسب، من موكل هيجي أشتغل القضية بتفق معاه الأتعاب والمصاريف هذه القضية، فأنا بحقق أرباح. إلا إن بقوة القانون بيعتبر كافة أعمال المهنية أو أعمال الحرة هي أعمال مدنية بطبيعة الحال. ايضا المهندس الاستشاري، مهندس لما يفتح مكتب هندسي استشاره وراح استشاره هندسيه خريطه ورخصه مباني مثلا دلوقتي في التصالح حكم تصالح لازم موافقه مهندس استشاري معتمد وما شابه ذلك، انا لما اروح له بياخد اتعاب، طب ما هو كده كسب حقق ربح، ولكن بقوه القانون ده يعتبر عمل مدني. ايضا برضو الاطباء، الطبيب لما يتخرج ويمارس مهنه الطب ويفتح عياده خاصه بيه ويجي له شخص تروح تكشف عنده بيدي لك الفيزا بتاعته يقول لك الكشف كذا 100 جنيه 500 جنيه 1000 حسب، طب ما هو كده بيحقق ربح من التصرف بتاعه وهو عارف وبيفتح العياده او فتح مكتب المحاماه او فتح مكتب الهندسه الاستشاري علشان يحقق ارباح. الا ان بقوه القانون بتعتبر اعمال مدنيه. هنجد ان النظريه او اصحاب هذه النظريه لم تنفع او لم تصلح لي وضع معيار واضح صريح نقدر نحدد به او بتطبيقه الفرق بين العمل التجاري والعمل المدني. ولذلك نجد ان
المعيار الثاني اللي هو معيار التداول. يبقى انا عندي معيار المضاربه اللي بيقوم اساس على اساس فكره المضاربه ان الشخص بيقوم بالتصرف من اجل تحقيق ربح، يبقى اذا ايه ده عمل تجاري. المعيار الثاني اللي هو معيار التداول. اصحاب هذه النظريه وجدوا ان اصحاب النظريه الاولى او المعيار الاول ما وضعوش معيار محدد نقدر من خلاله نفرق بين العمل التجاري والعمل المدني. لذلك فكروا وقالوا احنا نعمل نظرية تانية او معيار تاني او فكرة جديدة أو فكرة تانية بتقوم على فكرة تداول السلع. يعني تداول السلع ملناش علاقة بقى بالايه بالربح او مش بالربح، احنا اهم حاجة عندنا تداول السلع. السلع بتنتقل من شخص الى شخص اخر، من يد الى يد شخص اخر. بمعنى ان انا بجيب البضاعة بشتريها باخدها لشخص اخر والشخص الاخر يبيع البضاعة والسلعة لله عدد غير محدود او محدود حسب طبيعة البضاعة اللي يتم تداولها بين ايه الاشخاص. فتاجر الجملة بيجيب البضاعة، تاجر التجزئة بياخد منه البضاعة والاقل فالاقل حد يد الايه المستهلك. يبقى ده المعيار عندي العبرة بالبضاعة بالسلعة، ماليش علاقة بالايه بالشخص القائم بيها ولا ها المعيار المضاربة اللي هو اي تصرف. حدد لنا سلعة بضاعة. لما نيجي نطبق المعيار ده برضه على التصرفات الموجودة في الحياة نجد ان هناك بعض التصرفات لو طبقنا عليها هذه النظرية او هذا الاساس بتاع هذه نظرية التداول نجد انها برضه تعتبر اعمال مدنية زي الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية بتجيب بضاعة تحط هامش ربح بسيط، هامش ربح بسيط جدا ده مصاريف العمالة والمخزن والنقل، وتبيعها بالجو بسعر ايه ها يكاد يكون سعر التكلفة للجمهور او للناس. طب ما العمل ده سلعة، الجمعية خدت سلعة وراح لشخص اخر وبعدين الشخص وهكذا، الا ان الجمعية بطبيعة الحال لا تهدف الى تحقيق ربح. طبعا دلوقتي التعديلات ممكن الجمعيات بتقوم بنشاط اخر تحقق من جانب ربح، احنا بنتكلم على الاصل الايه العام. ولذلك نجد ان هذه النظريه وهي نظريه او معيار التداول برضو ايضا لم ينجح في التفرقه بين العمل التجاري والعمل المدني على وجه التحديد او على وجه الدقه. ولذلك ظهر معيار ثالث، رأي ثالث، ناس ثالثة بتقول مع عدم قدرة معيار المضاربة ومعيار التداول أو نظرية المضاربة ونظرية التداول على التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني، لا احنا هنطلع بقى نظرية بأساس جديد اللي هو نظرية المشروع. وهذه النظرية بتستند على ان هي بتقوم على أساس ان اي عمل يتم على وجه التكرار على وجه التكرار اكتر من مرة على وجه الاستمرار نقدر نفرق ونحقق ربح، نقدر نقول ده عمل تجاري. طيب يبقى اذا معيار المشروع ان اي عمل يتم يكون به الشخص ويقرره على وجه الاستمرار وياخد شكل مشروع او شكل اولى يعتبر عمل تجاري. لما نيجي كده نقيم الثلاث نظريات نجد ان نظرية المشروع هي اقرب او عندها القدرة على التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني. مع عمل التجاري هو تكرار، لما نيجي نعرف التاجر في بعد ونقول ان التاجر هو اي شخص يقوم باي عمل من الاعمال التجارية السمسر اي المكان زي ما نعرف على وجه التكرار على وجه الاستمرار ويتخذها مهنة وحرفة له، يعني راجل مقاولة مثلا ومين له مصدر دخلي والحساب الشخصي وعنده نية تجارية بيعتبر تاجر. يبقى ده اصحاب الايه والاعمال التجارية زي ما نعرف اعمال تجارية منفردة واعمال تجارية على وجه الايه المقاولة او اعمال تجارية بالتبعية زي ما نعرف بالتفصيل. كده عندي عشان نفرق بين العمل التجاري والعمل المدني ثلاث معايير: معيار المضاربة، معيار التداول، معيار المشروع او المقاولة. طب واحنا اللي بنفرق بين العمل التجاري وعمل ما كل اعمال وكل تصرفات؟ لا طبعا بتختلف
بتختلف في النقطة اللي احنا نشرحها مع بعض دلوقتي في الجزء الثاني من المحاضرة، اللي هو أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني. طب الأهمية التفرقة طبيعي ان في اربع نقاط او ثلاث او اربع محاور. اول محور اللي هو المحكمة المختصة او الاختصاص بمعنى اصح. اثنين الاثبات. ثلاثة التضامن في سداد الدين. اربعة اللي هو الافلاس والاعصار. لما اتكلم عن فكرة الاختصاص اللي هو المحكمة المختصة بالنزاع، فلما ينشأ نزاع بين طرفين ويجي طرف من الاطراف يجي المكتب ويقول لي يا دكتور رمضان انا عملت عقد تجاري، عقد توريد، عملت شركة مع فلان وصار خلاف بيننا وانا عايز ارفع دعوة قضائية قدام المحكمة، وفشلت كل الطرق الودية، شيء طبيعي ألف في بالنسبة لنا احنا. اول حاجة ادور عليها طبيعة النزاع، هو تجاري ولا مدني ولا اداري ولا جنائي ولا احكام اسرة. طب اقول لشركة يبقى ده عمل تجاري. اذا قلت كيفة التصرف ده او النزاع ده على اسم انه عمل تجاري، يبقى انا اوجه دعوتي للمحكمة المختصة بالنزاع اللي احنا بنسميه في الكون الاختصاص النوعي للمحاكم. عندنا في القضاء بيقسموا المحاكم في السابق طبعا محاكم الى دوائر داخل المحكمة، دائرة جنائية، دائرة مدنية، دائرة اسرة او احوال شخصية في السابق. مع تطور بقى ظهور المحاكم المتخصصة اصبح هناك محاكم مستقلة بذاتها، هي محاكم تجارية، هي محاكم اقتصادية. عندنا المحكمة الاقتصادية كل ما يتعلق بالمشاكل بالمنازعات الاقتصادية والشركات وسوق المال والبورصة كل ده اروح محكمة اقتصادية. ده اختصاص نوعي. ليه؟ لان لو رفعت ده راجل جاي دعوة تجارية، منازعة تجارية، لما ارفع الدعوة ورحت رفعتها واخطأت في التكييف القانوني او طبيعة النزاع او نوع النزاع ان صح التعبير انه هو نزاع تجاري واعتبرته نزاع مدني، فراح ارفع الدعوة قدام القاضي المدني او المحكمة المدنية او الدائرة المدنية. فهنا القاضي هيحكم بعدم اختصاصه نوعيا. ليه؟ لان انا قاضي مدني، انا مختص بالنزاعات المدنية، انا مختص بالنزاعات مثلا الاحوال الشخصية والاسرة، انا راجل قاضي جنائي، قاضي جنائي منازعات الجنائية ماليش علاقة بالمنازعات التجارية، فبالتالي احكم بعدم الايه الاختصاص واحد المحكمة المختصة وفقا للمادة 110 مرافعات مصر. يبقى اذا الاختصاص النوعي او الاختصاص المحاكم طبعا ليه مهم جدا، بفرق بين التجاري والمدني، لان اذا كيفت طبيعة النزاع عمل تجاري اذهب الى المحكمة الايه التجارية، كيفت النزاع لنزاع مدني يبقى اذهب للمحكمة المدنية. وبالتالي دائما في المحاكم او احنا في المهنة لما اجي ارفع في دعوة مرفوعة علي اول حاجة بشوفها ترى هي المحكمة مختصة ولائك ليكون دفع ادفع به يحيل المحكمة غير مختصة، او انا مش ما عنديش الخبرة الكافية والمحكمة دعوة نزاع تجاري بدل ما اروح محكمة اقتصادية مثلا رحت المحكمة المدنية. طب ما القاضي كده هيقول لي عدم اختصاص وحتى المحكمة المختصة للمحكمة التجارية والمحكمة الاقتصادية. طبعا ده بيتأثر على الشخص نفسه وعادة ممكن الموكل او الشخص اللي صاحب النزاع الى حد ما يفقد الثقة في الايه في الشخص اللي قيم او حدد اللي طبيعة الحال عملنا احنا كمحامي. يبقى ده الاختصاص. يبقى الاختصاص الفرق بفرق بين المدني والتجاري ازاي؟ ان لو نزاع تجاري ارفع الدعوة بتاعته ده المحكمة التجارية، نزاع مدني يبقى ارفع الدعوة للنزاع ليه المحكمة المدنية. ده اول حاجة اللي هي الاختصاص. تاني حاجة اللي هو الاثبات. يعني اثبات شيء طبيعي لما ارفع دعوة او اطلب بحق معين فعليا نادي الاثبات، انا بدعي عن مدعي ايه اثبات ما يدعي، انا بدعي بحق معين، انت جاي تقول لي انا شريك في شركة وفي ارباح وما خدتش ارباح، يبقى انا هرفع دعوة نزاع بيني وبين الادارة بتاع الشركة مجلس الادارة او الشركة او شركة تضامن مس او اي مكان. فشيء طبيعي ان انا هثبت ان فعلا هو ما صدقش واثبت وجود الحق ذاته، يبقى انا اثبت الحق في حد ذاته اللي موجود
واثبت ان هو ما التزمش بسداده، يبقى ده الاثبات وفق القواعد العامه. قول اثبات المصري ان اثبات الحق بيتم بثلاث طرق، اول حاجه الكتابه، بعدين القرائن، وبعدين الشهود، وبعدين القرائن. يبقى الكتابه لازم يكون حاجه مكتوبه، شهود، في شهود شاهد ان فعلا خد عقد الشركه. يكفي ان انا ما انا شريك في الشركه اسمه جوه الشركاء، ولسه ما فيش تخارج، والسجل التجاري مكتوب فيه انا من ضمن الشركاء، يبقى كده فعلا انا ما زلت شريك في الشركه، يبقى من حقي هاخد ارباح، ما خدتهاش اطالب بها الشركه نزاع تجاري. طيب لازم نثبت الكلام ده، يبقى ده الايه؟ الاثبات بالقواعد العامه، كتابه، شهود، قراءة. الكلام ده ينفع فين؟ هل ينفع في النزاعات؟ كيف في النزاعات؟ لا طبعا. في النزاع المدني بيخضع اثباته للقواعد العامه. لما واحد مستلف فلوس من حد مبلغ مالي وما سددوش، ساعات اخدت فلوس من زميلك على امل مثلا تشتري حاجه او 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 او، وقلت له وعدته مثلا في 1/12/2020 هسدد لك ال 1000 جنيه وال 2000 جنيه مثلا. جه 1/12 ما سددش ال 2000 جنيه او ال 1000 جنيه، هترفع دعوه قضائيه قدام المحكمه. ما هو ممكن يقول لك انا فعلا انا سددت المبلغ. طب هو يثبت، انت تثبت الدين بالورق، بارز الدين سند الدين، لازم يكون سند تثبته بالكتاب. انا عندي فعلا استلف او خد فلوس مني سند مديونيه، لو وثاق مكتوب، ورقه مكتوبه موقع عليها من مين؟ من المدين. واذا كان في شهود ما فيش مشكله، ده اثبات الحق. هو عليه ايه عبء العكسي؟ ان هو يثبت ان انا سددت، يجيب ورقه مخالصه منك من المدعي ان هو استلم المبلغ فعلا في الميعاد او قبل الميعاد، سددت قبل الميعاد، ايه المشكله؟ مفيش مهمه. يبقى ده، او يجيب شهود منعا للعلاقه اللي بيننا زمان، ما نقدرش ناخد ورقه بعض، في شهود شاهد انا خدت منك فلوس ووعدتك يوم 1/12، هم نفس الشهود شهدوا جبتهم، قلت له يا جماعه فاكرين المبلغ انا خدت بدل من المبلغ 5000 10000 اي مكان، ادي بديله 5000 10000 قدام عيني وقمامه. فانتوا شهدتوا على وقعه التسليم، شهدتوا الاول على وقعه التسلم او التسليم منه، وايضا على وقعه ان انا بسلمه ليه؟ ان هو استلم مني ليه؟ المبلغ اصبح ذمتي ايه؟ خاليه منه. فبالتالي لما ارفع دعوه واقول له بسند الدين اللي معاه او يجيب شهود، انا برضو اجيب ليه؟ ان هو سدد الدين امام شهود اخرين، مش شرط نفس الشهود. ده الدين المدني او العمل المدني. طيب العمل التجاري يخضع اثباته، عشان البيع التجاري بتقوم على الثقه والسرعه، وقلنا البيع التجاريه مش شرط ان يبقى في من الدفاتر التجاريه، ان اذا ما نعرف ان من التزامات التاجر ان هو يقيد كل العمليات عنده في الدفاتر التجارية الخاصة به، ولا حجية في الإثبات أن ما تحتوي هذه الدفاتر التجارية من بيانات ومعلومات خاصة بالتاجر لا تنفع دليل إثبات له وعليه، لأن دائن ومدين. هو جاب بضاعة ب 100,000 جنيه، دفع منها 5000 جنيه، دفع منها 10,000 جنيه، دفع منها 20,000 جنيه، فبقي في خانة المدين عليها 90,000 جنيه، وجبت بضاعة ب 100,000 جنيه، سددت 10 عليها 90، يدفع 10 سدد، يبقى عليه 80 سددت كمان 10 بعشر، وهكذا دفتر. لما يحصل خلاف بقى بيننا وبين بعض كدائن ومدين كتاجر وتاجر، التاني بيأيد ان هو ليه 100,000 خدت 10 بقى ليه 90 وسدد 10، اللي بتأيد عكس اللي هي دائن ومدين. انا عندي مدين، يبقى عندك انت تحط في خانه الايه؟ الدائن. لحد ما نجي في الاخر نلاقي زيرو هنا وزيرو، انت وصل لك 100 وخدت 100، انا خدت 100 ووصلتك 100، يبقى ده ايه؟ يبقى سداد الدين اللي هو مسدد الدين. يبقى اذا الاثبات في البيع التجاريه يخضع للقواعد العامه مع او بجانب التطور بقى الحديث اللي ظهر دلوقتي مع التكنولوجيا، عقد النقل، التجاره الالكترونيه دلوقتي، الاثبات الالكتروني، كل هذه الوسائل تصلح في البيع التجاري. احنا عاوزين نثبت انا راجل تاجر وليا فلوس وعلي التزامات وما شابه ذلك، فعاوز لما ارفع الدعوه اقدر، القانون ما اعطاني وسائل هقدر بيها اثبت الدين بتاعي بسرعه، لم اقيد او لم اتقيد بالوسائل التقليديه او الوسائل العامه اللي هي الكتابه والقرائن والشهود.
لذلك نقول أن العمل التجاري أو النزاع التجاري يتم إثباته بكافة طرق الإثبات، بمعنى وفقا للقواعد العامة أثبته بكتابة وشهود وقرائن، وأصبح أثبته بالوسائل الأخرى، الفاكس بعت لك فاكس إنه بعت لك حوالة بمبلغ كذا وإنت رديت عليه بفاكس أو برسالة على الموبايل أو وسائل التواصل الاجتماعي الفيس أو الواتس أو الإيميل، تنفع الكلام ده؟ أثبت ده الدين التجاري مثلا، أو أثبت ده الحق سواء بالسلب أو بالإيجاب أو بالسداد أو بالدين أو كمدين أو 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 أقدر، طالما أقدر أفرقها في صورة ورقة مكتوبة، طالما البيانات اللي على الجهاز ديت اللي على الموبايل أقدر أفرغها في رسالة مكتوبة أطبعها ويبقى ورقة تقرأ بالكلام واضح يقرأ ويفهم، ينفع دليل الإثبات. إنما إذا كان لا أستطيع طباعته وإخراجه في صورة ورقة مكتوبة مطبوعة، أنفع القاضي أو الرجل اللي بيفصل أو الشخص اللي بيفصل يقرأها ويوصل لنتيجة معينة من خلالها سواء بالإيجاب أو السلب، ده تصلح عند الإثبات. فالإيميل طباعته سهلة جدا، الواتساب طباعته سهلة جدا، كل هذه الوسائل دلوقتي التكنولوجيا الحديثة دخلت من ضمن الوسائل ها في لإثبات العمل التجاري. القاضي المدني مش مقيد بيها، ما أقدرش أجبره بيها، في نكفة اتجاه وأنا مع هذا الاتجاه إن ماذا بنسبة الدين التجاري بكافة طرق الإثبات، أقدر برضو أثبت الدين المدني بكافة طرق الإثبات عادي جدا، مفيش مشكله، لان وضع القاعده العامه دي كان في فتره في حاله غياب هذه الوسائل التكنولوجيا والتطور الرهيب السريع اللي احنا اصبحنا غير قادرين على المواكبه ليه، كل يوم في شأن. فبالتالي يبقى هذه الوسائل الجديده او الحديثه او التكنولوجيا الحديثه تنفع كدليل اثبات، بس في القانون التجاري قال لي اثبت بكافه طرق الاثبات الدين التجاري العمل التجاري. ده النقطه الثانيه اللي هي اثبات الدين التجاري او اثبات الفرق بين العمل التجاري او اهميه. ليه بفرق؟ انا لما ارفع دعوه قدام المحكمه التجاريه اقول للشخص المدعي هات لي اي حاجه تثبت الكلام ده، يقول لي ما فيش ورقه مكتوبه، اقول له اي حاجه، ما فيش رساله موبايل عندك مثلا، ما فيش ايميل بعته لك، ما فيش فاكس بعته لك، ما فيش رساله على الواتس بيتكلم بالكلام ده تفيد الكلام ده، ينفع يا استاذ؟ اه ينفع يا دكتور، ينفع يا حبيبي اثبت لك الدين بتاعك، لان دي عمل تجاري. انما العمل المدني انا مقيد بالوسائل الاساسيه القاعده العامه كتابه شهود وقراء، استعين بها القاضي المدني ممكن ياخذ بها او لا ياخذ بها، دي سلطه تقديريه له. اما القاضي التجاري لا، ده سلطه بقى هو تبعته هياخد الوسائل ايه الحديث. يبقى ده الفرق الثاني او الاهميه الثانيه اللي ازاي فرق بين العمل التجاري والعمل المدني. يبقى العمل التجاري اهميته بينه وبين العمل، يبقى فرق بين الاثنين في المحكمه المختصه الاختصاص، اثنين اثبت الحق بتاعي اللي بدعيه، ثلاثه التضامن بقى. يعني ايه تضامن؟ التضامن بقى لما يكون للدائن شخص او اكثر، نفترض عشان تستوعب عن سرعة، الدائن محمد والمدين مصطفى، هنا واحد والمدين واحد، يبقى الملتزم بالدين مين؟ بسد الدين مصطفى، شخص واحد بس هو الملتزم قدامي بسد الدين، دين شخصي. طب محمد أعطى الفلوس لمصطفى وحسين وكريم مثلا، بعندي كده ثلاثة مدينين هم اللي خدوا الفلوس دي مني. أنا كدائن بقى وأروح نسدد المبلغ ده في 1/12/2020، جاي 1/12/2020 الدين ده مثلا 50,000 جنيه، انا ما اعرفش بقى نسبه كل واحد هم خدوا مني ال 50,000 جنيه هم الثلاثه وقالوا احنا نسددها لك يوم 1/12/2020، او حتى اتفقوا كده في سنه الدين احنا كتبناها مع بعض ان محمد نسبته 10% او 20% 20% بقى 10/20/20. انا 1/12
هروح اطالبهم هم التلاته. هنا تكمن بقى التفرقه بقى، هل اي واحد في التلاته دول ملتزم بسداد كل الدين كامل الدين، ولا كل واحد ترجع بنسبته؟ اذا كنت ترجع على اي واحد في الدين محمد مصطفى ولا حسين ولا كريم تلاتة، اي واحد في التلاته دول هيسال الدين بنسميه التضامن في بين المدينين، تضامن المدينين ده اللي بنسميه التضامن. يعني التضامن في ده ان المدينين اذا كانوا اكثر من واحد يكونوا مسؤولين مسؤوليه تضامنيه فيما بينهم عن سداد كامل الدين، اي واحد فيهم يلتزم بسداد الدين وبعد كده هو بقى مع المدينين الاخرين مع زمايله التانيين يجمع ايه حصه كل واحد، يبقى كده خد المبلغ اللي دفعه. فنفترض حسين مثلا نسبته 10% اللي هي 10,000 جنيه على سبيل المثال، فيدفع الخمسين وياخد بقى من مصطفى العشرين وياخد من كريم العشرين التاني. طب هم سداد، احنا مالناش علاقه بهم مع بعض بقى، انا مالناش علاقه، خدت كده المبلغ بتاعي، ده اسمه التضامن. طب هو التضامن ينفع في العمل التجاري ولا ما ينفعش؟ ينفع في العمل المدني ولا ما التضامن ينفع في جميع التصرفات مدنيه وتجاريه. بس الفرق في ايه؟ ان التضامن في التجاري او في النزاع التجاري او في الدين التجاري ان صح التعبير تضامن مفترض بقوه القانون. يعني ايه؟ يعني مش محتاج ان انا اكتبه وانا بديلهم الفلوس، يعني يكفي سند دين عادي، شهود اي مكان، رساله موبايل يقر فلان هم خدوا مني 50,000 جنيه هم الثلاثه، بس اي اثبات بقى ان هم خدوا مني هم الثلاثه 50,000 جنيه. ساعه ما اجي اطالب الثلاثه ممكن اطالب حسين بال 50، مجبر ملتزم بدفع ال 50,000 جنيه. ما يجيش يقول ان نسبتي 20% فادفع 20,000 جنيه، لا اقول له اسف حبيبي انت ملتزم بسداد الدين كامل. ودي بتظهر برضو في شغلنا كمان، ان نقول ايه كم واحد دين، يا ترى في تضامن او فيش تضامن؟ في تضامن ابقى ارفع الدعوه ضد واحد، اشوف واحد اكثرهم عنده زم يعني سيوله وعنده القدره انه يسدد، وفي نفس الوقت مركزه مركز اجتماعي يقلق من رفع الدعوه، ونوع من مثلا نوع من الاسقط اثر يبقى اثر سلبي او كاوى، الجا له مباشره ارفع الدعوه ضد حسين. انما لو رفعت ضد محمد، ما محمد معهوش راجل على قد حاله برضه، مش هاخد منه حاجه، ارجع برضه فانا ارفع من البدايه على حسين بكامل الدين، او ارفع عدد الثلاثه متضامنين ما فيش مشكله عندي. ده بنسميه التضامن. يبقى في التجاري التضامن مفترض بقوه القانون، لا يحتاج النص عليه او الاتفاق عليه. النص عليه والاتفاق عليه فين؟ بين اطراف الدين، دائن ومدين. واللي بتظهر وانا فاهمها اكتر في شركه، في شركات الاشخاص. لما نيجي نعرف شركات الخساره ايه؟ اما شركاء متضامنين مسؤولين مسؤوليه تضامنيه فيما بينهم مطلقه شخصيا مباشره عن كامل عن سداد كامل دين الشركه. ده في حاله ما امان الشركه تكفي. هتقولي كل الشركاء يا دكتور، هنعرف مع بعض الشركاء ان عندي نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين من كلمه متضامنين او من متضامنين، يعني في تضامن بينهم، موصين او شريك موصي، ده شريك ايه؟ مسؤول عن نسبته بس، يسدد نسبته في الدين، حصته في الشركه 10%، يبقى دين الشركه 100,000 جنيه، يبقى يديني 10,000 جنيه، ما اقدرش ارجع عليه بكامل الدين. انما حسين شريك متضامن، مصطفى شريك متضامن، طالب من 100,000 جنيه. ليه؟ لان ده في تضامن مفترض، مش محتاج بقى انا بديهم اتجاه للبضاعه للشركه بتاعتهم ان اكتب كده ان هم ملتزمين، مش محتاج اكتب كده، هم يلتزم ان جميع الاطراف بسداد الدين ضامن متضامن يجوز للرجوع على اي واحد، لا مش شرط اكتب الكلام ده. انما اكتبه فين بقى؟ في النزاع المدني. في النزاع المدني لازم في النزاع المدني واحد زميلك انت سلفته، هو وصاحبك خدوا منك مثلا، اثنين خدوا منك 100,000 جنيه. لازم بقى عشان لما اجي ارجع على واحد فيهم اديني ال 100,000 جنيه ولا بديله سند الدين، الاثنين يتفقوا ان هم متضامنين. يعني ايه؟ على ان يلتزم اي واحد في المدينين حسين ولا مصطفى بسداد كامل الدين. لازم نكتبها. لو ما كتبتهاش اقدر ما اقدرش ارجع على حسين بال 100,000 جنيه ولا مصطفى بال 100,000 جنيه. مصطفى يقول انا حسيت 60% فاديلك 60,000 جنيه اتفضل شكرا. طالب بقى ايه؟ حسين بال 40,000 جنيه الباقيين.
نوصل للانتظام في العمل المدني لا يفترض لازم الاتفاق عليه. والاتفاق عليه امتى؟ اما ممكن وقت تحرير الالتزام ساعة ما قبض منك الفلوس وبكتب سند الدين، او في مرحلة لاحقة نسيت تكتبها فقلنا لا يا جماعة بكتبوا لي ورقة ها تاني او على نفس الورقة ان انتم متضامنين فيما بينكم. ما كتبتش كده قبل سند الدين ابقى خلاص، ابقى كل واحد فيهم مسؤول عن نسبته في الدين فقط. يبقى ده التضامن. يبقى أهمية التفرقة في العمل التجاري والعمل المدني بتكمن في المحكمة المختصة، اختصاص المحكمة اروح فين؟ ارفع دعوتي فين؟ نزاع من اللي اختص بيه؟ ها. اتنين، الإثبات اثبت دين ازاي؟ تلاتة اللي هو التضامن فيما بين المدينين. النقطة الثالثة اللي والأخيرة في أهمية التفرقة اللي هي إيه؟ الإفلاس والإعصار. إفلاس التاجر، من إفلاس التاجر إعصار الشخص المدني. لا في، لأن في ناس بتخلط الأمور بين الإعصار والإفلاس. الإفلاس هو خاص بالتجار، لأن من ضمن شروط الإفلاس وفقا للقانون التجاري أن يكون الشخص المراد إفلاسه تاجر. أفهم من كده إيه؟ إن ما ينفعش حسين اللي استلف مني مبلغ 100,000 جنيه وما سددهاش عشان يجوز ابنه، عشان يبني شقة، يشتري عربية، أي دي مدني. إن أرفع عليه دعوة إفلاس. لأن أول شرط مش محقق فيها. طبعًا شوف الإفلاس بقى أن يكون دين تجاري. شوف دين تجاري يعني برضه عمل تجاري. مستحق الاداء يعني كل حي اداء خلاص يعني اتفقنا 1/12/2020 يبقى ما ينفعش ارفع دعوه الافلاس قبل 1/12/2020. طيب ما فيش نزاع فيه، ما فيش خلاف فيه، اذا لو في خلاف ما اقدرش ارفع دعوه الافلاس. طبعا ده عشان الموضوع مش بتاعكم انتوا، ده موضوع خاص بقى بالناس اللي بتوع الحقوق مثلا وطلاب حقوق، انما انت بتاخد التعريف عشان يبقى انت عارف ان الافلاس ده خاص بالناس اللي بتلعب لو بتشتغل في التجاره بالتجار، لان من ضمن شروطه ها ان يكون تاجر. هنعرف مع بعض بقى التاجر اهو في المحاضرات الجايه ان شاء الله. وان يكون الدين تجاري مش دين مدني. يبقى لو الدين لو تاجر والدين مدني مش هرفع دعوى افلاس. تاجر اشترى من سعادتك طالب عربيه وما سددش المبلغ، ده دين مدني، استخدامها استخدام شخصي، جاب هديه لزوجته لبنته لابن اي مكان، فده دين مدني. ينفع اقول له انت ما سددتش الدين بتاعك اللي مستحق الاداء على الرغم ان انت عندك القدره الماليه تسدد هذا الدين ارفع دعوى افلاس؟ لا، لان لم يتحقق شرط من شروط الافلاس اللي هو ان يكون الدين دين تجاري. في العمل المدني الاعصار بقى شخص معصر ان الماليه بتاعته غير قادره على ايه، مش قد الديون ايه، قد المستمع عليه من ايه، من ديون. هو حاله المدين الذي تزيد ديونه على ايه، حقوقه. هو عالمة 1000 والعشر تلاف خلاص. في اعصار فعلي واعصار قانوني. الاعصار ده خاص بالمدني وما ينفعش، لا يجوز ان نرفع طلب اعصار الا من مين، من على طلب احد الاشخاص ان هو وضع هذا الشخص في صورة في اعصار. ارفع كده دعوة اعصار او طلب اعصار للشخص الفلاني يتحكم بسبق اعصار ويترتب على ذلك انه ما عنده اجر، مش هقدر التزم او هو يقدر يلتزم بسد ما عليه منه، خلاص معصي، يجيب شهاده سبق الاعصار مش هقدر انفذ الحكم. لذلك لما يجي ننفذ احكام بقى ممكن يجيب لي المدين اللي هنفذ عليه يقول انا معصي معاه سبق، اذا كان مدني معاه سبق اعصار مش خلاص استحاله التنفيذ مش هنفذ بقى، استنى بقى لما يجي عنده فلوس بقى وممكن اسدد. انما المفلس التاجر المفلس اللي بيضع حكم افلاس ده هو ابو عنده القدره الماليه لسداد الدين، ولكن لسوء ادارته، لسوء نيته، للاضرار بالغير، لاستهتاره، ما سددش دين ب 1000 جنيه.
ما سددش دين ب 5000 جنيه، لان الكل ما اشترطش ان دين معين ممكن بجنيه واحد قافل استاجر طالما توفرت الشروط الاخرى. يبقى اذا الدين التجاري افلس التاجر عنده القدره الماليه على السداد، الا انه لم يستطع ما سددش الاستهدار، ولذلك برفع دعوه افلاس وافلاس. وساعه ما ارفع دعوه افلاس بيتعين بقى بتحل كافه الديون، الله اللي ليه فلوس بره بتحل خلاص، اللي عليه بتحل ويجري في ميعادها. يعني عليه فلوس مثلا في 11 20 20 1 1 1 20 21 6 21 كل الديون دي اللي اصبحت عليه بتحل، اصبحت حاله الاداء. يجي يعمل التفليسه اللي بيتعامل قبل المحكمه، هو اللي يدير اموال التاجر بقى ويجمع بقى الفلوس بتاع التاجر في تواريخها اللي ليه، ليه فلوس مثلا في شهر 4، يستنى شهر 4 لما يجي ويطالب حسين بالفلوس بتاع التاجر المفلس، او اذا قدر يجيبها قبل كده مفيش مشكله. انما اللي على التاجر بتاصبحت حل لو حتى بعد 50 سنه تحل في الحال. ليه؟ لان عمل التفليسه دوره يجمع ما على ما على التاجر من ديون وما للتاجر من ديون، ويبدا يسدد بقى حسب اسمه وتوزيع معينه اداره معينه لاموال التاجر. اذا خلص وتبقى حاجه للتاجر بالدار، ما تبقاش حاجه للتاجر خلاص شكرا، تم ديون التاجر كلها عليه 5 مليون وهو 2 مليون بالبضاعه اللي موجوده كله بقى 3 مليون، اصبح في عجز 2 مليون نسب تناسب، يعمل نسبه وتناسب للدين، اصبح التاجر برضه افلس وقاعد في البيت وبياخد مرتبه او ياخد اجر معين يستطيع المعيشه به من الامين التفليس. انما اللي بيدير الاموال اللي هو السنديك او امين التفليس حسب ما بيعينه المحكمه التجاريه. يبقى اذا نلخص المحاضره بتاع النهارده، نقول ايه؟ ان احنا ازاي نفرق بين العمل التجاري والعمل المدني؟ ان عندي ثلاث معايير: مضاربه وتداول ونظريه المشروع. الثلاثه فيهم نوع من العجز، يعني فيهم ما قدروش على وجه الدقه والتحديد يفرقوا لي الاعمال الاستخراجيه، يعني يقصد من وراء ربح. طب ما انا اعمال راجل الزراعه ده استخراج الزراعه، ما انا بتاجر عند مزرعه وهكذا. يبقى اذا ايضا التداول، اعمال الجمعيات، المهنه الحره، المشروع، نظريه المضاربه. المشروع هي يمكن اكثر النظريات نقدر نعتمد عليها في الفرق بين العمل التجاري والعمل الايه؟ المدني. طب احنا قلنا بنفرق ليه بين العمل التجاري والمدني؟ قلنا في اربع اهميات، في اربع حاجات. اول حاجه المحكمه المختصه او الاختصاص النوعي، اروح فين؟ ارفع دعوتي فين؟ الاثبات اثبت الدين التجاري ازاي؟ او الدين المدني ازاي؟ ثلاثه التضامن في بين المدينين للدين التجاري والدين المدني، و اللي هي اخر حاجه اللي هي الافلاس والاحصار. قلنا المحكمه التجاريه او النزاع، اذا كان النزاع التجاري بروح المحكمه التجاريه، اذا كان النزاع ده او العمل ده عمل مدني بروح المحكمه المدنيه، اذا رحت العكس عدم اختصاص. بدل كده اهدرت وقت وضيعت وقت على ليه؟ على الشخص الايه؟ صاحب الحق. الاثبات قاعده عامه، قلنا دي قانون اعمال مدنيه اللي هي الكتابه والقرائن والشهود. في العمل التجاري بكافة طرق الإثبات، قاعدة عامة، كتابة وقرآن وشهود، وما تطور أو ما وتطورات الحديثة في وسائل الإثبات اللي هي الجديدة اللي هي التكنولوجيا بقى، تطور التكنولوجيا من واتساب مع التواصل الاجتماعي بقى، الإيميل، الفاكس، كل هذه طالما أقدر أفرغ الكلام ده في ورق مكتوب وأقرأ أفهم منه معلومة أو أوصل لنتيجة معينة، يبقى ينفع إثبات الإثبات. التضامن ان هو التضامن في الدين. قلنا في العمل التجاري التضامن مفترض مش شرط النص عليه بقوه القانون، لذلك بتظهر قوي في الشركات التضامن. في شركه تضامن او شركه توصيل بواسطه في الجزء الخاص بالفريق المتضامنين، ارجع لاي واحد طالما انت شريك متضامن ارجع عليك في حاله عدم استحقاق الدين من الشركه، ارجع عليك انت، لان المسؤوليه مسؤوليه شخصيه مباشره مطلقه غير محدوده. انفذ على اي دين عندك من هم قد كامل الدين. وبعد كده انت بقى سدد بقى لزمايلك الشركاء اللي زمايلك في الشركه. انما الشريك المسرق نسبته لانه مسؤوليه غير مطلقه بقى، مسؤوليه محدوده، هي شخصيه
وارجع لمار بس شخصية محدودة يعني حدود نسبته في الشركة. بعد كده في الإثبات والتضامن قلنا الإفلاس والإعصار. الإفلاس ده خاص بليه؟ بالتجار، بالتجار أو بالتاجر، لأن من ضمن شروطه عمل تجون تاجر وكون دينتج أهو عمل تجاري، عمل تجاري، عمل تجاري، ما قالش أي عمل، عمل تجاري. ولذلك لو تاجر والعمل ده عمل مدني هو تاجر بس ما قدرش أرفع عليه دعوة إفلاس، لأن طبيعة العمل عمل إيه؟ غير تجاري، قد يكون مدني في الغالب يعني. لأن الأصل عندي إن كافة الأعمال التصدر من التاجر هي أعمال تجارية. مالا يثبت عكس ذلك، اشتاجر واشترى عربية لاستخدام الشخص، ايه العلاقة ده بالتجارة؟ جاب هدية، هو تاجر، اشترى حاجة هدية لبنته ولابن زوجته اي مكان، ده عمل مدني مش عمل تجاري. الاعصار خاص بالمدني، بالشخص المدني، ما اقولش اعصار تاجر، اقول اعصار شخص مدين، شخص شخص عادي مدني، اقول افلاس تاجر لان خاص بالتجار. يبقى ده المحاضرة بتاعتنا. ولذلك زي ما اتفقنا ان لازم نعرف ها اللي في كل محاضره هنعمل مع بعض مجموعه من كوتشن اسئله من خلال تحلها من موجب الكتاب اللي معاك وتحلها وتجمعها معاك بحيث ان دي تكون المرجعيه. بعد كده احنا لما نقعد مع بعض في الاخر نعرف نشوف الموضوعات اللي هتكون ذات اهميه محل امتحان في الامتحان. فالسؤال بتاع المحاضره بتاع النهارده عنده سؤالين: ما هي معايير التفرقه بين العمل التجاري والعمل المدني اللي هما التلات معايير مضاربة تداول مشروع، واشرح بقى بعد كده أهمية السؤال التاني: ما هي أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني؟ أعرف بقى اللي هي الأهمية الأربع أهميات اللي هي المحكمة المختصة والإيه؟ ها والتضامن والإثبات وآخر آخر حاجة اللي هي الإعفاس والإحسن. بكده بقى احنا خلصنا المحاضرة اللي تعتبر التالتة، محاضرة النهاردة. المحاضرة الجاية إن شاء الله بعون تعالى هنشرح مع بعض اللي إيه الأعمال بقى إيه التجارية اللي هو المبحث الإيه التاني أو اللي هو خاص بالأعمال التجارية، إيه أنواع الأعمال التجارية. هنعرف مع بعض أعمال تجارية بتنقسم لثلاث أعمال: تجارية أصلية وتجارية بالتبعية وأعمال إيه مختلطة. هنعرف يعني أعمال تجارية أصلية ويعني أعمال تجارية بالتبعية، إيه شروطها وضوابطها، وأعمال التجارية اللي المختلطة إيه برضو ضوابطها، إيه هي الأعمال المحددة على سبيل الحصر، يعني الأعمال التجارية حصرا نقدر 20 عمل 50 عمل ولا الأعمال يعني إيه بالضبط. هنعرف كل ده بالتفاصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. دمتم بأتم صحة وأحسن حال، وكل عام وأنتم بخير بحلول المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. واللهم ارفع عنا الغمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أمل اللقاء. شكرا.